الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا من واسع فضلك، إنك على كل شيء قدير. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد له الملك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وسبحانك أني كنت من الظالمين. والله من كثر طلبات هاي عليك. بسم الله. أول سمبوسة. أي بابا. هذي بقى شوربة هني؟ فهي نفدا. وين هبنا سمبوسة؟ كيف حال حمود؟ حمود. هذا يجي جاك ترى بيجي بالجبل. عبد الله خمار. لا أنت. جبن هذا جبن. شربة. والله مو كذا. هذه شربة أمي عاد ما شربة بيضة. هذه شربة زين. الله يخلي عليك. رجال. هذا. لحم. الله يكتب أجر. صالة. البيت. هذا شربة رسالة العصفور صح؟ شنو عنده؟ عاطف فوق خله ياكل. أخوي. أيوه عمر. أهلا أستاذ محمد دلبل. أخوي عمر. ما انا شلونك انت خلاص يا ولدي دلبك بس شو بس عيت فيها تعي والله ابله سمبوسه يا ذره تجيب لي انسان ناقه ولا سمبوسه لا اسمع ولا هي مش انسان باكم لا 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 اسمعوا نسمي انا بابك خربي لا 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 ما كنت طبختها عند ابو عناد لسان عصفور ومسمع ارنب و ما جربت اذن فيه ملبوب عليها مرقه عليها مرقه لا ملبوب اذن فيه فارد جدا فارد مره
هذا ما هيك امسكوا ابوك اسمها هذا والله الشوربه خطيره غري ما في مشروح حطني كلها اعضاء جسد اصابع جسم لسان عصفور احسن ياكل اواد والله الشوربه مسكر اكل غريب ابو حمود كثر خيرك الله يخليها لك ما هي شغله شغلي انا اجي منها تبطي تعلم منها والله نكتب انا معلمها معطيك كورس والله نكتب كل يوم تروح تتعلم شفت وقع عندنا مزيفه وش ذا كل يوم راح اجيب اغراض راح يتعلم ويجي ابو حمود ابو حمود هذه يا خالد لبه ايوه انا هني راح اجيب اغراض كيف احط على وش احط ابو حمود بس بين لنا من مطبخ المكشر قل يعني قل لي ليه احنا صار لك فتره ناكل من طبخك فبين لمساتكم لمسات بيتكم عرفت اي والله اول قال الله اكبر كلام ولده قل لي قاعد قل لي قل لي لبيت ابي شربه انا حبيبي انا اقول ليش هدوء بس كويس عطني شرب بس لا تجيب هدوء لا حط لي شرب تكلم انت ترى صوتك تسمع الحين يجي واحد حمود تعرف علاء ابشر يا علاء انا ماكل ربيع بسم الله يعني حمود انا اضرب بابا اضرب بابا اضرب بابا ايوه بابا حبيبي اي والله حبيبي هذا ضربه انا ما في اضرب بابا قول محمد حبيبي كم كم عندي عزوز واحد وانا اضرب بابا هو صغير مو هندي انا ما في اضرب بابا انا توني انا شو ضربت انا ما في اضرب بابا حمية حتى وانت صغير هو طفل عايش يتكلم زين طفل صغير يعني من زمان انا ما اضرب بابا من زمان على الاطفال ما في اضرب بابا خلاص ما في خوف تعال بابا بس ما في ما في لحم انا اعرف الاطفال ترى سهله انا ما في اضرب بابا انا فيجيتيري انت يضرب بابا انت ما في فيجيتيري يعني بس مغسلا صح؟ مغسلا فيجيتيريان بس اكل خضروات انا بس حالك اقول قزه الاطفال يحبوني مره عرفت اتعامل معهم كل طيب هلا حبيب بابا جاك الثاني هلا حبيب بابا بيطلع هو وبيطلع مري بيدخل مري وبيطلع اللغه العربيه مكسره بابا يالله خير كلام فطري كلام فطري عفوا بابا شكرا بابا انت ما في يضرب حمود ايوه حط هذي يعني الحين عرفت حمود قلبها مزلزل الدنيا حمود حمود ودك تغزي يا حمود تبغاني اضرب فيك تمتاز بتكملها لا تقول اضرب قول ارضخ ايوه تبغاني اضرب فيك قاعد تضربك هو قال ما بيضرب بابا تبغاني ارضخ فيك ايه يا محمود شيخ الغريب شيخ الكعابي كيف حالك؟
أربع أيام يمشون كعابي معك كعابي خالد اركب عطني الجيك أربع أيام كعابي معك ناقة جي خلا 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 شوي 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 قال عطاه كرت قال اسمع لا جل ابراهيم هذا كرت خذ 24 وفصل معك بكلم والله بكلم عون كنت ابغى عون صار وش قول خلاص يا يوسف قول خلاص يا يوسف قول له يوسف خلاص خلاص يوسف على السرير اللي جنب عبد العزيز قول انا صايم من اليوم وتعبان وانت افطرت وانا ما افطرت عند الشباب لا 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 غربت ايه ودودي جنبك شيء يقولوا بسرعه بسرعه خص علينا تسوي تسوي مرافق واجد بسم الله عليه يا صالح الله يجزاك يضرب الله يجزاك يا متولد يا حبيبي ايش الترباعة ما ياخذ حيز صيح لا لا موجود شفت البارح انت يكثر خيركم على الشرب طيب بسم الله عليك تجرب الخبزة ذي الشربة يا صبي تربها الشربة تربى ذي الشربة تربى في الشربة يلا طلعون لحاجات غريبة بالله يقول بسم الله عليك ما في يضرب بالله ما في يضرب يا رب كلهم عليك ما شاء الله ترى لعبة الاختراعات الله عليك اطلعوا من أول ما جو طفلين أول طفلين جو من تا بتول وبتال لا لا إلا اي منيرة اسمها منيرة بريء بريء يا رجل انا اصب منيرة بنتي منيرة تحسها مدرسة شو اسمها شو اسمها مريم 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 ولد تشرب بشي انت حمد يا اخوي منين عطيت يا مرحبا ومسهلا يا حمد كرز الله يغليك يا حمود العافيه يا ابو سعيد حمود مع المعدل حمود مع المعدل اذن اليمين صفر الحمد لله ان ربيع يوسف تراكم لخبط ترى الشايب هذا ما هو بالولد والله لا ما ترى من هدي ولا يوسف يوسف يقولوا انا حبني من ما تدخل غرفة التحية مود ما عرفت يقول الا بابا اقعد معه وحاول تاخذ معك خزعتين اضرب هو بيعاند ولا كذا سم يضرب ولا ما يضرب ترى اذا كان يضرب بصير طبيب حلقه امشي مش محاسب بسم الله كانك مصري صدق محاقق انا محاقق ده شرط قضيه خلاص مصري يقول والمقرم المقرم المقرم يضرب علبته ومشي اعطيته دور انه طبيعي نجح عشان ما نكمل امشي كمل اجرام ولا كمل طب عشان الغلام ما زيد خلاص خلاص الدنيا ها محامي قد طيب كنا نقول خلاص يا محامي قد ايوه محامي قد الدنيا تعال على حمود حمود قصر غبي وجهك يلا حدد خلاص غسل غسل هذا فهمته هذا ذاك
ليه؟ سكر ايش تبغى؟ هات جيمات وهزه ما شاء الله وهزه خير وهزه اي بس ولا قشطه شوف الجيمات الزينه يا ابو حمود شوف الجيمات خلي الزنجبي الزنجبي ما راح لنمو اللي تسويه والله ان كان عشاء على الجنين غريب ابو عبد الله معك ولا هذا تعال صلي انا صالح انا انا جنين والله انا جنين اصابع صغار والله مش بقى يا رجال من الرجل الخير واجد واجد يا رجال وين اجلس هنا ولا اصبر وين نوقف العريش 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 لا خماش خماش تغسل خماش شوف عليك وجه الله عليك وجه الله نجيب ولا والله لا اصنع مشكله الله يحبك افتح لك في الملعب اصبر 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 بس يا ربيع لبس الملعب ما فيك طاير اليوم اصبر اصبر انا تصبون يا اخي هو ما يشرب مويه اخر شيء يعني قبل الصلاه توقف كل شيء يا ربيع هذه حقه هزار شايف موجود والله خطير يا فيصل شوف دقيق 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 فيصل طلع لابسه هيزار الحين في قضية ثانية في قضية ثانية لابسه هيزار منديل يا حبيبي بيجي في اللحم حكسب القضية بعد الصلاة أوه بشانبا قالت على شنطتي عشان بكسب القضايا بعد الصلاة خالد في شو الله جي مويا هو يبغى الدور وبدي انت تروح جوه بيني بيني شكرا عمر قل لا يشغلك نفسك هاي لا يا ما هو والله حطك لحم والله اني حطك لحم يا والله بس بس ما رفضت خير بسم الله عليه يا صالح انت من الطيحة بسم الله عليه اصرخ يا ولدي اصرخ اصرخ اوه يا ولد ربيع اجيك نبدا لا ما يجي لو جاء هادي تمرت منه والله ما يجي هادي نقعد يا ربي هادي بيأذن فيه بس معه بيأذن فيه بس معه بيقعد يصايح يصايح بسميه صياح عبد الله ذا سكر بسميه صياح صيوحي دلع صيوحي هذا عصيد يحبه قلبك السلام عليك أوقها على هذا النسق يا صاحبي يا الله تخليه له انطر يا اخي سلطه مع الفطوره احس ان قلبي ما استساغها لان دالحين انت دالحين تو قايمه من النوم مضبوط فتبي تفطر تخيل انك تاكل بروتين بروتين وش سي يلا يا ولا بروتين دال صح 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 الله يحفظك صح صح فيه فيتامين وفيه اشياء جيم دال عطتك الحق نزل لي يا اخوي بسم الله عليك بسم الله ما شاء الله بالله حمود حمود قدامي لا والله لبي ظني مهم طيب حمود وحده لا كلهم طيبين الحمد لله قصدي يعني ماني يمكن احس ماني بحاضر يا ولد اني والله اتمنى لسان الفيل ولا اتمنى هذا لسان عصفور فيجيتيريان حق فيجيتيريان وش فيجيتيريان حق اللي ياكل كل شيء ما تحب اخذها الفيجيتيريان وشو افضل
لا فيجيتيريان حقنا شو تاكل تعال خلنا نقول الله انت المكتب المرتب هذا المكتب المبعث الله يا خالد يا حبيبي الله الله اللي خذ كرت ذهبي واحد جاء وقف حلق راسه وصاح هيا 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 دودي عرفت عبسي اللي عدنان ولينا صالح 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 حبيبي هلا بالحلو البطل كل زولا لا يا شلول نرجع بعد الصلاه مود صالح بلعب انا وياك لعبه السياح تعجبني هذا حمود ما قصر كلام ارحب يا حمود انا الحب يلا حيا تعال يا حمود وك يا صبي بسم الله عليك بسم الله وش الجول ولد حب خدر. ما شاء الله ولد صالح هذا البود من الكبد ولد صالح ما شاء الله تبارك مين مين ما بدك ولده يا ابو حمود تبي خليه يروح بالله بعد صانبي بحاول امسكه والله اعطونا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم للكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم السلام عليكم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها نار من ماء غير آسن ونهار من لبن لم يتغير طعمه ونهار من خمر لذة للشاربين ونهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات مغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فلننظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذ جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. من اللي أذن؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عندنا وقف يعمل على 15,000 حافظ وحافظة لكتاب الله الكريم، وهذه فضل عظيم اللي بيساعدهم انهم يحفظون القرآن الكريم، هذا بيكسب اجر كبير، وهي حسنات مضاعفة ومضاعفة ومضاعفة، الحرف بحسنة والحسنة بعشر امثالها. فساعدوا 15,000 حافظ وحافظة وقفهم في الحرم المكي عن طريق منصتي وقف، منصة وقفي، والله يثيبنا ويثيبكم ما يحب ويرضى. مشكات الحرم.
حمود وين؟ حمود تعال يا حمود. الله يخليك. وين حمود؟ هل بقي احد؟ تعال تعال يا عيال. خلي حمود وين هو؟ وين حمود؟ راح حمود يا عيال. خله محمود ما هو موجود. يلس 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 محمود ما هو موجود. وين حمودي؟ تعالوا يا عيال. اخر يد 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 يد. سلامات سلامات سلامات. تعال ارجع 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 ارجع. يا عمر السلام. يا عمر 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 تجي دقيقة أعطيكم ذي بالله عشان خلاص. يلا دقيقة. صلوا على محمد يا عيال. اللهم صل على محمد. تعال يا عيال تعال. أنس جعداني صلوا على الحبيب. اللهم صل. سلم عليك أمي سلام واجد. دورت هدايا دورت شيء في خاطرها ما عينت هزي من السجادة. قالوا هنا يا شباب. والله عندنا خالد ضيع خالد. قالت وش بدور لهم أطيام بتروح. مسامح وتقطع. العطايا الثانية كلها بتروح. صبي 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 حمود ايش فيه؟ اصبر شوي. انزل 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 وامسك وقفنا. ناظر فيني ناظر فيني تكر في حمود. خله تكر في اصبر. لا لا شفتوا المهم يا طويل العمر دورت جاي شيء تهدوكم اياه اللي في خطرها واجد. والله انا ما لقيت اطم من السجاده. الفطور ذي تراها له بجهدها على قدها جهدها جهدها على قدها. الله يطول في عمرها. حكم خبر سنها وبحكم اللي عندها هذا هذا اللي قدرت عليه. الله يطول في عمرها. ولا تحققون في عيال البل. الله يجود عليك. وذا ذا الهدايا ذي والله انا دورت اغلى من السجادات ما لقيت. كانت يا صالح وش قال الله في السجاده؟ ينقلونها معهم في سياراتهم في تهجتهم في صلاتهم في مراتهم. والله انها هديه كانت تصلي عليه والله. الله يطول في عمرك. حمود حمود تعال تعال يا حمود تعال. تعال راح اعطهم تعال. الله يرزقها اجر كل ركعه. اعطي محمد سيد. اصبر 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 اصبر. اعطي محمد سيد. اعطي محمد سيد واحد. وين حمود وين حمود؟ اعطي محمد سيد واحد. والله طفش. هلا هلا هلا. اول واحد. اي راح راح. الكبير الكبير. ايوه يلا تعال اعطي خذ خذ. جديد انت تعال. اللي بعده يلا. لا 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 تفتحها. يلا تعال. حبيبي. الله يبيض وجهك ووجه امك. اعطي مساعد. اعطي مساعد. جيدا هذا الحمايا بين روح روح حبه روح حبه روح حبه تعال هلا هلتك بيجي 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 حبه تعال تعال عط عط عمر اللي لعبك على السيكل. عط عمور اللي لعبك على السيكل هناك هناك. عمر عمر هذاك عمر هذاك عمر و لا تروع شكلك والله تقول شوفي يا رجال شكلك حظوظية عط 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 أنس 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 هذاك أنس شفت أنس راح له أرفع أرفع الكيس أرفع الكيس فوق أيوة نطيع عطه حبه تعال يلا بسم الله ما شاء الله تعال 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 يا تبي بعد يا دودي عجبت عجبت خلاص يلا تعال كل واحد يسوي لي زي كذا ترى شوف اذا جاء دورك امسكه يلا راح الخالد خالد ابو قبوعه خالد خالد ابو قبوعه راح الخالد تقدم شيء خالد قدام والله اني خالد والله اني خالد ايوه ما شاء الله
لا تروع. طيب الحين روح هات محمد السريع. شفته محمد السريع. السريع. ايوه. لا عطى يده. صادق. والله لا تدخل والله تدخل والله خلاص يلا باي حذيانه 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 يلا يلا سلم يلا الله يرحمك بوسني 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 وروح هفصت يا خالد والله فيك خذ شوي دقيقه دور تعال تعال دقيقه دقيقه باقي 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 اصبر شوف هذا شو اسمه شو اسمه شو اسمه عزوز شو اسمه اقول عزوز تعطيه عزوز وتحبه وتجي شو اسمه شو اسمه تعال لا الشعر متبادل لا لا جبها جبها روح جبها تعال 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 هنا هنا هو يحسب عزوز يا ابو ما ابو ماجد يحسب منها انت الحين هذا لو خاف تعال 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 بدون حبيبي بدون حبيبي حبيبي يا حب عزوز حب عزوز هنا 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 حمود تعال 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 حب عزوز حب عزوز حب عزوز والله سهق يا رجال ما شاء الله ما شاء الله شوف 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 اصبع ورقه عنب هذا تشوفه ورقه العنب نفس اللون هذا ايوه عطيه قبل ارحب ارحب حبه حبه مرحبا سلم يلا تعال يا ولد عم لا ورق عنب لا 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 يوكل لا لا يوكل ثوبك الحين مو ثوب اللي ام هذا وش اشبه به هذا رجال شبه ثوبه هذا وحط الام عطيه وحبه هذا مو هذا الحب لا 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 انا شاطر لا 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 قوية قوية لا لا هلا 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 يا عيال رجعت الدرزن حق الباقي حق العيال ترى هو معك كمية محدودة شفت ربيع ربيع صيح صيح عليه اعطك المه هذا هذا اي ورق العنب الثاني ايوه لا 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 حمود عط الرجال في يده ايوه دو دو دوي 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 من باقي دقيقة باقي ابيك محمد الثاني انا 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 هذا راح عطيه في يده وحبه ها عطيه في يده وحبه تعال ابني ابني قوية 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 من دورك؟ دوري انا باقي 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 شوف باقي ثلاثة تفكر 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 باقي ثلاثة انا باقي اثنين ثلاثة عطى يوسف تعال 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 يلا يلا تعال بس ترى يلا حبيبي باقي فيصل اشيلك فوق لا هذا فيصل فيصل هذا لا هذا ورق عنب هذا ورق عنب بعد قول فيصل هذا ورق عنب بعد شيلك تعال شيلك وي وي فيصل فيصل عبد الله تعال حبني طب حبني انزلك يلا حبني يا حبيبي الله يسلمك شوف عبد الله يلعب قبل شوي صح؟ وانت اندس راح اندس عطية اندس 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 لا 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 اندس تعال 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 خلها معك تعال يلا ها؟ تعال وشو؟ وين وين حمد؟ كبيرة كبيرة تعال صدق والله 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 انك والله والله يا وامي تعال تعال وانا وين حمود وين حمود عبد الله اي حبه 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 الله حبيبي صالح طيب وين حمود وين طيب اسمع 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 نظر نظر فيهم نظر فيهم دور يقول نظر فيهم نظر فيهم قول قولوا ما للغاية ما شا تا الله لا تبارك باب الله لا أحبكم بطو واجد واجد ما شاء الله تبارك الله
لا والله لا والله لا والله عجز الله يكون اجراء والدتك يا ابو الله يكتب لك اجراء ان شاء الله لما قلنا حولك بزحل خلي يطول في عمرك طول في عمرك طول في عمرك ابو حمود اقول ابو حبكم وايد حبني وحده حبه وحده تعال بس ابو وحده وشني انا بسني تعال تعال ابو وحده هنا ابو وحده صبر صبر دقيقه دقيقه قولهم قولهم احبكم قولهم احبكم بيجي 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 ترى داخل حط حط ترى داخل حمود حمود انت عورتني يا حمود الله يخليك فيه ما تتمنى الله يجزاك الله يجزاك الله يجزاك خير هذه هديه اقتناص الدنيا والدين الله يجزاك خير يا راقد الله يجزاك وياك بديت وجهك امين الله يجزاك الله يجزاك الله يجزاك قارني ها حمود حمود هاك هاك حمود 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 حط 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 انا خلني عضك عضك حمود ايش اللمه الله يسترك دنيا واحد سنه مني تستاهل حمود 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 بسم الله عليك ما شاء الله حلو لونك طيب هذا الحديان كم طاحت أهلا وسهلا بذكرى طاب مقدمها أهلا وسهلا بذكرى طاب مقدمها صادق خليه يلعب حليل الله يخليه لك والله لعب علي ابو ماجد الله يخليه لك خليني اعطيه حلاوه وين حمود وين حمود وين دودي وين دودي وين دودي دودي وين وين حمود وين دودي احد شاف حمود يا دودي ضاع حمود ما في دودي ما عاد حصل ما دوفي فين هو حمود يا دودي يا حمود ضع طلع شد الدروب ها بسم الله وينه 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 فين هو شباب جرد 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 ترى الحق 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 قلهم يا 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 قلهم ما بي قلهم رد وراك رد روح روح ما با ما با ما با ما با ولا كف
لا لا والله ما تعلمك الكلام ده لا والله ما تعلمك هذا من هذا قول كف قول كف قول كف قول كف يا ما والله خربه يا ولد والله ما تعلمك قول كف قول كف قول كف ما تعلمك الكلام ده قول له قول له اصل قلنا فراغ لا والله ابو قول لا والله اضغط قدامك لا 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 قول احبكم ايوه واي ايه يا رجال مشينا يا 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 روح شوفه مشينا ما يبي نروح قول روح عند امي خربته يا يا قول روح عند امك انا بروح مع السلامه يلا قول روح يا 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 ديده انزل الله طلع بابا تعال حركه دقيقه اجيب العالم تعال ما قلت له قول له يلا الله يلا حبي حصن حب عبود حصن والله ما بكون الخير يا شباب حب 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 عبود يلعب لا حبه بيمكن حبه ما حبه قوي ما حبه دقيقه قول له ديده ديده قول له ديده ديده ما حبه ديده باي لا لا ها بتروح نسوي لعبه يلا 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 خلي فوق يا بابا وين حمود وين حمود وين حمود يلا وين حمود باي حبيبك يا بابا يلا روح روح انزل وين حمود وين حق 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 يبا يلعب يبا ايوه يبا يروح هناك وندس معاه يلا وين حمود وين حمود وين حمود وين حمود وين حمود؟ حمود؟ حمود وينه؟ دور حمود حمود وين؟ شكله حمود بلع بلع حمود خلي شرط خلي شرط روح روح تعال وين 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 بسم الله عليك بسم الله عليك تعور بسم الله عليك بسم الله عليك تعال روح عند بابا روح عند بابا روح عند بابا روح عند بابا بسم الله عليك بسم الله بسم الله روح روح عند بابا ديدا 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 روح عند بابا حمود 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 ديدا خليها ديدا خليها ديدا 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 بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليه يلا خلاص 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 دودي فين حمود خلاص يا بابا ديدا 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 لا خيدا لا ينقلب لا ينقلب لا ينقلب الله يحفظك شيرا الله يلا حبيبي ان شاء الله يلا ودي 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 ساعد نعالك نعالك نعالتك دودي ديدا 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 عمرتك عمرتك دودي حقك 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 هذا دقيقة ما عاد بدي دقيقة انا بدك ساعة انا اقول ابوك تعال 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 ديدا 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 وين حمود وين حمود حمود هم اختي تعال هنا تعال تعال هنا وين حمود ما حد ما حد ما حد حمود ما حد حمود حمود ما موجود خل عشان يتنفس منه حمود ما هو موجود حمود وين نبغى نلعب مع حمود 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 راح وخلانا وين راح حمود وين راح نبكي وين حمود حمود يدك انزل شوف نعالته 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 وقف الله وقف شفت الحين نمشي خلاص لعب نقول لهم بعدين ناظر فيني ناظر فيني تفكر فيني لا ما تشوفني انت تفكر فيني مسكين يبي تم تفكر فيني انا حبيبي بنروح لبيك انا بنروح قول لهم مع السلامه عطني بوسه زين يلا قول لهم مع السلامه واحده هنا واحده مع السلامه انا ابغى هق 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 الله يلا باقي ده باقي ده اضرب بابا يا حمود حمود اضرب بابا يلا لا لا باي باي حط حق واحد حط حق واحد والله انه ما يبي يروح والله انه مضايق يلا مشينا ما يطبطب عليك يطبطب عليك يلا لا لا خلاص مشينا مشينا انا في دارك انا اجلس معك انا والله يلا ولدي اعطيني حق
حبيبي والله العظيم ما يبيع حق واحد يلا حق واحد حق واحد غير نفس هذا يلا يلا ما احبك يا هالي يا اخي ما احبك تراني عدو الصف باي 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 حمود خماس باي باي محمود يا حبيبي الله يخليه بسم الله عليه بسم الله عليه الله يجزاك خير الله يجزاك خير الله يسعدك الله يجزاك خير الله يجعله ان شاء الله من البرين فيه الله يجزاك يرزقك اخوان الله يرزقك ويدعك ويوسع ذريتك امين وزيد ويكسبك الخير اللهم تمنيت لي اللهم امين ثلاثة أيام وين تفطر في وادي الدول؟ البارح أنا شايفك هناك جالس لي وصاحي ترقد وتصحى ترقد وتصحى وجيت آخر الناس يوم أفطر وشمال أجيت علي قامة علي قامة إيش معك؟ باقي في شيء وش معنا؟ ميانك مفطر وش عندك مفطر؟ أصبري علي خلوني أسمع الرجل يجوش في خاطر أحد خلوني أسمع إيش يقول؟ يقول أنت خاطرك شيء يجوش في خاطر حكي خلوني أسمع أنت خاطرك شيء رجاشك رجاشك أسلم رجاشك هجوس الضمير تحط فكري ثلاث أقسام هجوس إنه وردها والأخرى مصدرها الله الله أبو مساوى أبو مساوى الله عز أبو مساوى عز الله يعزك أبو مساوى شرك في قصيدة ما أدري ها على رامي عجبتني اللغة الله يا أبو حسين إنه جعل في العاب أنا حسين المسجد قلت لك المسجد اي والله يا دوسي انا في غياب الزبده صيح وخذ راحتك لكن لقيت فعل فطور افتحت الحصانه تعال تعال لا خلاص اجيب لك ها ابارك لك الحصانه ما بارك لك تعال ما بارك لك انت سويت فيه النون وما يعلمون انت خلتني اتعب خلتني اركب خط ما تعب شوف يدي ايش فيها انا والله انا ايش امني الرجل وانا قد الامانه كيف وش كيف يامنك ايش دخل قال لي لا تعلم لين ما الظهر والله العظيم يقول انا بجي اصور سنابه لا غير صحيح ما عليك من هذا حبي يتنذر كل حاجة ما عليك فيه والله العظيم اللي مهم مني يدري مسوي فيها شكرا عليك طالع سوي لي شرف بتعرف علوم ايه بتعرف علوم انا طلع من القرية بتعرف علوم خليك كم تحكم فيك والله شدي امك ما تعلم خويك والله كبرك يجبو والله ما ادري احمد عيد انا طالع من السوق اسمع وجهك تدفع تقضي على وين يا ابو دعير قريب والله ما ادري على وين يا ماشي على وين شدت الرحايل وين الشنطة يا محمد بن ناصر بن دل؟ غريب غريب ها؟ والله ايه أحلى فلة وخالة وتونس معك استرجع ثلاث أيام عالدزلية أبشر بس عدك والله أني بالحالة لا تخرب عليك حب التمشيات تصبر أوف لا تخرب عليك روحة طلعة هاي الحب فكنا أرحب يا دل بوج لا تخرب عليك تخرب عليهم طفشت روح العب فيه طفشت اي ما ضرب في يومين والله لازم شاي انصح حسين الناس سجاد انا ابغى شاي انا كرك باخذ شاي والله يا ابو كرك حليب يخمدنا الحليب ما في شيء السلام عليكم ورحمة الله حنا نشتري خوتك طال عمرك عندي قضية قضية؟ يا أخي ربهم غرس أنت ليه خله يا أخي زعلوني يوم يتكلمون بك نعم قلت بدي اسمع أبو ناصر قالت لي اسمع أي والله ها عاود صوم وقول حمد يقول بحلال ما بتصير بالسعد
يا اخي والله الورع والله الورع يا رجل والله الورع لاني بشاهد والله الورع تبه اي بجيك بجيك بالشاهي ابشر 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 بجيك بعد العشاء انا طير طير مندوب بجي بعد العشاء اضرب يود كثير لازم يجيبون ذيك السيارة اللي قريح قريح وشف دي اللي ترش هاي طيارة لا اللي ترش ذيك اللي لا ادخل لي عركاتك يا مدربش ترى كلها ذا نضحك عشان الشيء اصلا من قال انا فريق الله حبيبي هاي كذاب ضحكتك حتى اضحك انا نقل القصة انا حمد جنابك ترى 40 46 انا ساكت انا ما قلت شيء من يوم جيت والله العظيم ما يجي ناريو لو تمكيسك والله العظيم ما تدفع ريال والله انت تدفع ريال والله ما تدفع ريال انا انا هلا ما فيني شباب الصندوق ايه الصندوق اليوم نقص لي 20 تقوم عقد حلو حلو يا اخي يضحك حلق ينبح حلو يضحك هي شباب هناك هلا هلا في الصندوق في هيل وفي زعفران تبي هيل وزعفران الزعفران شوفها امس صح الزعفران في كل مكان ذي من اهل محمد امس جو الزع على من زعفران امس صح امس عطى المثال عطى المثال اللي صدق والله كيف اقنعك الحين مو تجلس مع واحد يقول تقول له انا والله عندي راتب الله شكرا الله يعطيك العافيه شوف هذا هذا انا اقدر احل مشاكله بس هو مشاكله ما اقدر احل فيك هوا الحب تم تجيب سفن هذا حل هذه مشكله بحد ذاتها هذه حل هذه لازم نحل مشكله اسمع بس اسمع ما تمسك ما يعرف الذوق شو اعطيه ياخذه ما يعرف الذوق العام على الزوائد في الحياه ما تعرف الذوق العام احسها حاجه زايده على الكوب اي عادي لا اجلس تقهوى عادي شوف انا اقدر احل مشاكل الناس يعني تعطيني جوي تقول والله عندي المشكله الفلانيه يو تطلع لي افكار لعبتك اوف بس كل عندي مشكله اوه اجيب لك حتى كذا من هنا ومن هنا خليك تطلع مبسوط وش المشاكل اللي عندك؟ لا مرت عندي مشكله انا وانا احل المشاكل الا مشاكلي وش المشاكل اللي عندك؟ ما اعرف احلها صدق انا زي اللي يعطيك في الفلوس تجي تقول انا عندي مشاكل ماني يقول لك وفر من راتبك سوي كذا حط 500 يعطيك حلو صح؟ مو طفران واجد صدق ذولا ها؟ واجد ذولا والله اعرفهم يوصلوا لك وطهران خذنا من علمين خذنا من علمين شوف مشاكلنا وحلها ابشر بالسعد يلا استشيروني لا اعطوني جوي قول إيه مشكلتي كذا ما اعرف اقعد اسوي جعد على ايش مشاكلك انا عندي مشاكل ايوه 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 قل لي يا فيصل ايش رايك؟ اي اي جوي انا يا فيصل عندي مشاكل اني يا فيصل اثق في عقلك وزي كذا اي لا اثق انا في اي عشان تسترسل انا والله اثق في عقلك انا ما اثق في جلستك المطر والله ما هي غرقان المطر المطر سواياه الله يعطيك العافيه انا اثق في قدراتك العقليه وادري الحلول الكثيره وشفنا انجازاتك يعني شفنا الحلول اللي اخرجت ناس من عمق المشكله وطلعتهم من عمق الزجاج عليك وجه الله ما تكبر براس والله يمكن ياخذها 20 يوم يسرينا زود بيحطك حلول زياده فموضوعي انا والله شف رجال مزاجي صعب اي اكون صريح فبيك تدور لي حلول يعني مزاجيتي فيها صعوبه شوي في اللبس في الاكل في لا في في اللبس ما عندي خلاف فيه يعني البس صعب وين؟ البس ثوب مزاجيتي في الجو حقي كيف؟ الجو يعني اركب جوي عندي مزاجيه ما اركب مع اي جو يعني ما تتاقلم بسرعه اي او ما اتاقلم جوي لازم اصنعه وما ادري وش السالفه لين اقدر اهيئ الجو حقي يعني انت ما هو اي شيء يجيب جوك انت اللي تضبط جوك اي لا مثلا ممكن اجي عند عبد الله اخمش القى جوه زي جوي اوكي ما عندي مشكله بس مو باي جو بدخل فيه فهذه مشكله ترى عبد الله انت فيصل؟ لا لا والله احس تقمص دخل الدور اول مشكله كان ما عندك انا بس بوضح النظريه اللي قالها عبد الله لك انت تفصل من عقليتك انت راسك صغير وعقليتك صغير فبحاول ادخلها من اذنها يعني مساعد هالشيء غلط ادري انه غلط انا ليه راح انك انت تروح عند ناس مثلا معزومك
احنا جاهزين مش على انا طيب ليه؟ انا جاي هنا انا اللي راح للدكتور انا اللي راح للدكتور فيصل الله يرحمه هذا الدكتور فيصل دكتور عالج الدكتور فيصل حقق سامحنا الحل عشان اعطيك مشكلتي انا تحلها مشكلتك انت يا عبد الله سهله حلو مره سهله انك انت ما تاكله معي واحد مع الجو الجو طيب جيب الناس الجو حلو حلو والله حلو والله حل انت صعب تدخل مع اجواء الناس جيب الناس الجو رغبهم في جوك تصير انت متاقلم معهم وما فقد جوك انا اشوف ان حل سليم انا داري انه يطلعك من عمق الزجاج جوك يعني الحين انت عندك تحب القهوه التركيه الخاصه دي قل والله القهوه انت ما تحب القهوه الثانيه صح؟ ايه والله القهوه عندي في المخ زي كذا هذا جوك صح؟ ايوه انت رغبتني جيت وضبط انت ما طلعت من الناس ومع جوك ومقرب العالم يا سلام يا سلام اجابه مقنعه والله اجابه مقنعه قسم بالله مقنعه طيب شوف مشكلتي انا اعطني جوك مشكلتي شوي طبعا لازم اعطيك جوك صح؟ ايوه كذا تنتين كذا باور هو لازم تعطي احب المدح احنا جايين كل يوم دكتور فيصل من جهه بذات هذا الزمان وبما انك محنكين العظماء يعني عقولهم تدرك كل شيء سبحان الله ولو ان الانسان عقله محدود ولكن انت يعني نابغه من نوابغ هذا الزمان بعدين حكماء العرب سته او من ضمنهم عمرو بن العاص من دهات العرب نعم دهات العرب انا اشوف ان اذا في هذا الزمان دهات فانت يعني ما شاء الله تبارك الله من قصدي معه اول دهات انت ما يعطيك الله يرفع قدرك الله مشكلتي هي ان الانطباع الاول دائم عني خاطئ او يظلمني الانطباع الاول ويجعل بيني وبين الاشخاص حواجز مو انا اللي اصنعها ولا لي شيء فيها لكنها سبحان الله تصنع نفسها اريد هذه الفكره هذه اتوقع ان مين مشكلتك انت هذه مشكلتي اللي ما يعرفك الله انا صابتني نفس هذه المشكله مع ابو سعد انا مثلا يوسف المزروعي إيه؟ انا صابتني اول ما معه. شافني خذ انطباع هل المشكله هذه عندك انت؟ مين عندك؟ هذه مين عند يوسف؟ جواب مقنع قسم بالله مين مشكلتك لا لا بس ولا مشكلتك محل لا لازم انا اعطي حل يخلي الناس اقرب كبر ما اقدر الا اقرب كبر لكن بس لك هذه مين مشكلتك؟ انت حكيم ولا لا لا ولا مش لا احنا نتكلم يعني ايه يقول اغير ميك اب يعني سوي عرفت عشان الانطباع الاول يتغير لا احنا نتكلم ما مين مشكلتك هذه مشكلة اللي يقعد اسلم ما انا اتوقع انها جواب مقنع يعني. لا والله ما اقتنعت لا ما اقتنعت دقيقة أبو سامة يعني عبد الله أنا مشكلة عندنا لا المشكلة في اللي يرى هذا مخطئ دقق ترى أنا ما أتكلم عن ملامح عشان ما إي مو ملامح انطباع أولي انطباع عن مثلا شخصية يعطيك انطباع ظالم في شخصيتك على أنك جاف على أنك إي مو ما أتكلم عن موضوع طيب أنت طيب أنا يمكن فيه يعني أنا يمكن عندك أنت شوي يعني أنت يمكن المشكلة من عندك بسيطة يمكن أنك أنت تعطي صورة الثقل تحب تعطي صورة الثقل في أول مواجهة غير الصورة إيه؟ غير الصورة خلها ما أقدر أنا في أول مواجهة أصير مرح يعني أمزح عليك أطقطق عليك هذه خلت الناس تأخذ انطباع لوي غيرها شوي مع ناس شوف تمشي أدبا يعني ترى ما هو أدري 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 إيه؟ حاولك تغير يعني تفكها شوي تخيل وش أول لقاء لا تتأدب لا تصير ثقيل مرة لا تتأدب لا تصير ثقيل مرة في أول لقاء يعني عطها شوي بس يعني الحين الغلط مني انا لما خذيت عن الانطباع إيه إيه منك ما فيها كلام لاني لا 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 انا يوم جيت عند الري اسمع الحكيم اسمع الحكيم مشكلتك سمحت هذا خطا او انك تحكم على رجل نعم من النظره الاولى تعطيه نسبه 60% خطا 20% انطباع ما عاشرته ما شفته ما شفته من بعد ما عاشرته جيت واعترفت له تراني انطباع الاول لا اعتذر ترى كذا 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 كانت وجهه نظري فيك غير عن اللي شفته في ناس فهذا ما مني بس لاني انا بعدني ما احتكيت معاك انا بالنسبه لي معك. انا بالنسبه لي انطباع الاولي مثل ما قلت انت 20% انا اذكر شفت محمد دايرم اول ما دخلنا الرجال طاق الغلوقه وقدام يسار قلت يا ولد هذا ما يا اصلا رسمي زياده على اللزوم يعني فالاخير 20% هي بس سولفت معه اول لقاء درت انه لا انت 20% فانت مشكله عندك صح صح, صح. ممكن ممكن لا تعطي لي 20% اول شيء اول لقاء وجودنا معك كدكتور شخص لك خبره في حل المشاكل هذا ما يسعدنا ويشرفنا ويشرفك الله يطول عمرك ايوه هذه نقطه النقطه الثانيه انا مشكلتي يا دكتور ما اقدر يعني ما اقدر
أقعد يعني جالس كي لازم أقوم أتحرك حركة جزائي. حلو. أوه. والله صيد. فأنت الحين وأنت حل مشاكل جعيداني وأنس أنا كني على رأسي. ما أدري هل أبغى أتحرك ولا من إيه ما أدري. تبغى تتحرك. إيه أبغى أتحرك. بسيط. هذا شيء حلو مو مشكلة أو شيء. لكن استثمر في الشيء الصح. الله. يعني حركة بدون بركة ما نبغى. صح. حلو. والله عظيم والله صب لك قهوة. لا لا أسر أسر أسر. خلي يروق خلي يروق. روقوا. حركة بدون بركة ما نبغى. يعني تقدر تذكرني بأينشتاين بالفيلم. إيه. إيه حركة كويس إنسان يكون حركي. حلو. لكن بالب يعني بركة. في بركة يعني سوي شيء حلو. يعني خلي العالم تتمنى حركتك أكثر من جلوسك. بالفعل. شكرا لك. والزبدة في المعلومة العامة. حركة بالبركة. حركة بالبركة. تحرك بدون بركة. ما عندي. دكتور صح؟ والله حكي دكتور حكي اقدر اقدم مشكلتي تفضل دكتور انا اذا امدح الدكتور عشان يضبط الوضع اذا غمض ما اشوف لا انت صادق بزياده انت امدح امدح ما اسمع بسيط اذا سكر بسيط خايف ما اتنفس بسيط لا تنام ولا تحط سماعات ولا تشم ولا تسبح عشان السبح وش دخل مسبح مسبح عشان ما يخشمك بس قعد سهران طول اخي مبدع والله والله حكيم حكيم قال عيوني ما تشوف اذا غمضت عيوني ما اشوف قال لا تنام قال اذا سكت خشمي قال لا تسمع قال اذا سكت هذاني ما اسمع لا تحط سماعة لا تحط سماعة تين والله جلسة جعيداني صاحب الدكاترة اشكر الجلسة على هذه الاطراءات الجميلة ما تقول يا شباب باقي مشاكل ترى ما وين جايب الشهادة انا بغى شغال الحين عندي حقة مشاكل انت تبغى تسولف شغلتوها انت شغلتوها انت قال هذا موجوده بس كانت نايمه إيه لا انت الحين عندحتوني الحين اشتغلت تبغى لها ساعتين على ما تطفي تطفي لا ساعة لازم تحل مشاكل في مشكله يعني. ايوه قل لي كذا في مشكله حب المشاكل بعد الفطور يعني الاشخاص اللي اول شيء دكتور امدحك ولا خلاص الاولى لا كفايه ليش هاي امدح جيد انا اعطيك كلمتين بعدين انا يا اخي لا زيد بعدين عطها صب لها قهوه يعني انك انت انسان ستسجل في موسوعه قنس قريبا الله بل موسوعه قنس انا ابغى اسجل في الاستديو اللي هنا خل الموسوعه قنس اصلا موسوعه قنس الحين موسوعة جينيس هذه أنت أصلا من المؤسسين لها الله أيوه بعد ما أطرى عليك أنت انطر أنت انطر أنت انطر إذا كان في شخص عرفت حظه أيوه سيء ويخرج مع الناس ويشارك الناس وهو حظه سيء يعني نفس أشخاص أنا أعرفهم طلعوا على المسارح مثلوا مع ناس وفي النهاية نسفوا هذول الناس نسف يعني أوه. هذا الشخص طلع أربعة طلع أربعة أو خمسة وكانت متكررة جدا عرفت كيف؟ كيف انت فاهم مع هذا الشخص اللي ينسف الناس ينسفهم الناس أنا أحلامهم يطلعهم ويطلع المسرح الحالة طلع فهد مطر معه سهل يعني كيف؟ سهل تعرف مسكت الشخص هذا سهل تعرف لو أن هذا عرفت واضح أنه شخص يعني ما يرفض أي شخص يجي حلو الثانية المشكلة مين فيه المشكلة في الصدف الصادف إنه يكون على المسوع يخرج ذاك بس السالفة صدف المشكلة يعني زي مشكلة الانطباع حقت أنس المشكلة مين منه من مشكلة ما له دخل من يعني. الصدف من أداء اللي معه من مشاريعهم اللي مين بينه دكتور القهوة ترى إذا توترت تأكل أضافر أنت تطبخها تسويها إذا توترت البتسوس أحلى من ديك اسمع المشكلة سهلة تعرف أنت مشكلة سهلة خليتها بسهولة شوف قلت له إذا أنا أي يوم أتوتر أكل أضافر البس السوس دايم أقسم بالله دكتور سوس أنت السالفة يا أخي تتوتر فأكل سوس والله الموضوع كان مؤرقني يا الله ما زال السؤال ذا هنا قلت كيف الحل كيف الحل صعب غير تمثلي أنت مثلي لا بس سؤالك يعني أرقني يعني بس جل حل ما توقعتك كذا وش أنا تسوس يا قفازة حبيبي يا دكتور حبيبي لا مبدع أنا ما همني الزعل أنا همني أني لا نيتني عرفت خلاص يا أني أطلع بصورة حسنة يا أني نفس الطريقة إيه؟
نفس الطريقة والله العظيم ما أبغى أطلع إلا بذكر طيب ولا يجي في خاطر أحد مني شيء. يك واحد غشيم يعقب فيه كلمة ولا هذا يطنزني برايا. إنك إذا تزعلت مع أحد ولا شايف خاطرك من أحد ولو دخل من هالباب بتقابله كل يوم مو في وجهك كل ليلة. شفت هذا اللي صعدها؟ لو يدخل من الباب أضحك له وأبتسم له والله أصب له وأضحك معاه وكأنه ما قال شيء. أنت ليش؟ نظر من طيبك. حجمه حجمه عطى حجمه خلاص. عرفت أنت عقليته وتفكيره. مالك طيب يا ابو مالك ذوق مايت مالك ذوق. انت فكرت انا اني اصعدها معك؟ انت صعدها والله لو توصلها لي خميس مشيت والله العظيم استانس. انت صيدك حلو. انت صيدك انت صيدك انت تصعيدك من قلبه طيب من قلبه. ترى انا اذا ما اصعدها يعني تحسبني اصعدها كلام فعلا؟ لا ما نظر ما حد يمدحك انت. لا ما حد يمدحك انت تتحمس خلاص تكسر جميع القواعد. والله يا كراكات شربة يا خالد. والله والله اسحب على شاي دلبج. يا اخي انت شاي دلبج هذا ما معنى له ترى سلكنا عشان وش اللي يابك على المر الا اللي يمر منه. هذا يابك حدك على المر شاي دلبج. كيف انا قاعد اسب شاي ما عليك منه تسوي ذا الحين وشكل قال يعني ايش الخلطه دي يعني لازم هو كذا يفور وتبعده هو كذا يجي كره لازم لازم يفور اكثر من مره. ليه قول لي ليه اسال يا غبي قلب الدعير ليه ايه قول لي ليه لان اذا فار كل ما فار اكثر كل ما يتخدر ويثقل الشاي بالكرك شوف زينه يوم يكون وش ثقيل. احنا الحين نفوره نطلع شوي منه. ليش ما تاخذ لك هيل مطحون؟ والله دبرت احسن لك كذا حنتك تمينا ندقه في طيب يطحنه اعطي العمال ولا حد يطحنه. شفت الصندوق اللي وراه اللي في عند جلسه فيصل؟ ايه ناخذ منه في هيل هناك مطحون؟ لا لا مو مطحون بنعطي احد العمال بقول يطحنه ولا نرسل الاعداد الله ولا نوصي احد يجيب لنا من برا هالمطحن وخلاص افضل ترى ان شاء الله اذا ما عاد الا اسبوعين يا رجل والله بطلب رخصه انا ودي اروح لهري ما عاد الا اسبوعين يا ابو مايت يا ريت بطلع برصيدي يا ريت بروح اسلم على امي اني اكلمها يا ريال كانها خلها على الله ان الله يعطيها العافيه اللهم طول في عمرها ويخليها لك يا رب اللهم والله صدق المفروض مطلعوك بس نسوي عاد لكن الخطه ترى من المغري 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 والله العظيم المغري المفروض ان اختارك الصدق تبي الصدق؟ يتمرح متعمد انا بعد سابع حلقه سادس حلقه جيته وهو قاعد على طاوله قلت له ابى اروح ابو ظبي بالهيبه عطني عرض يا رجل قال معلم شويه بلي حق الفار هذا المره الثانيه ياب خلى انس اروح يطلع بسياره برا ياخذ له لفه بالسياره يا رجل انا في الامارات ما اسوق والله ما اسوق تعطيني هني لفه بسياره ليش نحن 17 سنه عمري صدق اني اول ما تعلمت السواقه اي ذكرنا يوم انك تحب ما انا بروح البقاله انا بسوق اطفال نحن يرسك تجيب خبز في المنطقه كلها تلف هلف بعد بدون مكيف بدون شيء اي والله عاجبني اروح المهم انك تركب السوق لا وبعدين والله العظيم كان اذا وصاني ابوي يجيب اغراض خبز ولا شيء كنت انسى ما اجيب الثاني عشان يقول ارجع جبها اسوني غبي عرفت افر فر وادخل وارجع يقول ايش قاعد تسوي ذا الوقت كله اقول والله ما ادور, أدور خبز زين اذا قال وين اغراض الثانيه اقول له باقي ما نسيت ما اخذها يلا ارجع خذها جبها والله شكله هذا المغري استرجع لنا الطفوله فاهم اصلا البرنامج ده رجعنا 20 سنه حتى هذا الالعاب صرنا نلعب ننبسط والله اليوم 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 من الطفش اليوم اركض وراح حمود صح؟ العب معاه وكذا يمسكون لان مشتاقين للاطفال انا سلوم ولدي عمرهم كم مثل حمود الله يحفظهم والله ما اقدر كلت وراه هذا والله ييني ييني اقول تعال ولا اقول اقول فاهم اني اعطيه جو وكذي وكان يا اخي ترى لان عيشتنا هنا غير في قريه شوف زمان الاولين يا ساتر يلعبون ترى مطفش من يلعبون سقيطه يلعبون واحد طش يلعبون سلمت عرفت؟
لكن هنا لا جوال لا شيء، لابد انك تلعب يا اخت ولس نفسك. عاد احنا نفسك الحمد لله، عاد الحمد لله شباب. والله طيب. تعرف سن النضوج من كم؟ بامانه سن النضوج من 40 سنه. يبدا الواحد يكون لا لا نضوج نضوج الرجل، يعني انت حتى الحين مش ناضج. لا انا ولا انت ولا الجماعه كلهم. عرفت؟ سن النضوج من 40 سنه. خلاص. يا رجل الواحد يعيش عمره يا العمر مره. شوف الواحد يبسط عمره، لا يحرم نفسه ولا يفكر انه ذا بيسوي شيء ذا انه بينقد عمره بعد. يا رجال انبسط عيش يومك يا رجال. والله العمر مره. اي والله العمر مره، ما وداني في داهيه الا ذا الكلمه. العمر مره. العمر مره والحياه مره. شيك ثقيل ثقيل يا شاهد. زي يوم انا واحد مخيف جدا مسكت عن ميزانيتنا لك عليها، مسافرين اثنين انا وياه، كنا بنروح نعتبر ناخذ يومين من جده نرجع. قلت هاي ايش رايك؟ استاجر في فندق على البحر. حلو. فندق عليه الكلام. قال يا ولد بنطفر. قلت يا رجال عمر مره. والله يعطيه السلامة. انا غالي. وغالي. ونستاجر. طيب. وما عاد معنا شيء. فلوس فلوس انا قربت تنتهي، الحين قلنا بنقعد يومين. وزين ليش تحايطون وتروحون فندق غالي؟ العمر مره، يوم خلصوا قالوا انها كلها من العمر مره، ما ودنا في داهيه للعمر مره. اخضر في السوق؟ احمر في السوق. وش هو؟ لا. الحنة. حنة. حنة. حنة ولا حنة. حنة واذا تقول حنة. حنة كما حنة ولا حنة. احد يمتحن. حنة ترجع كما كنا، نرجع كما كنا، ما ترانا ما نراك، ما تبانا ما نباك. هشك بشك ارجع لك الشك. هو اول شيء كانها بغت تروح قويه ثم تعودت. والله يقول بغيت اندمج. اذا مدحدرت مع الجديه. منير انت شغل تمييز ولا مقاول ولا ايش؟ بنا كل شيء. انا غار خلاف غار. احنا عندنا مثل دحديره الجديه. ترى عند جبتها عند عبد الله خماش ما يشوفونها شيء. شوفونا عادي. ايش هي دحديره الليل؟ شفت وين طالع من الرياض ومو تجيك نازله؟ اللي بعد ايوه ايه انا نسميها دحديره، اقوى دحديره عندنا. وهذه اقوى دحديره؟ ايه عندنا طريق مزحميه؟ الله يا عبد الله. طريق مزحميه؟ ولا شيء ولا حاجه. والله يا عبد الله عندنا طريق في قريتنا يودي على قريه ثانيه بعيده منا يمكن حوالي 10-5 دقائق. الطلعه اللي نطلعها عشان نروح لهم لازم السياره تكون في الثاني ولا الاول. كذا. مسند فوق. مسند. يعني جت سيارات القديمة الهايلوكسات هي ترتفع وكذا ما تطلع. ما في أمل. ما تطلع. والصغيرة ما تطلع الصغيرة. لا بس عطها عزم. عدت اللي تطلع عليه قد كي راسه والله. يا الربع صوت عندهم منطقة يوم نزلنا صوب صوب عسير صوب جبال المع. رجال المع. رجال المع. موتر موتر لازم. تدري. عادي وغيار. والطريق كله يا عبد الله واجد والله. بس تدري اني تدري ان نضيع فيها بها ما نعرف نتمشى نتمشى في الاماكن العامه. أيوة. تدري ان في واحد راح من ربعنا الصديق له انا بعرفها معجباتني على اللي اشوفه انا اللي هو مغير الروح للاماكن العامه ذي. أيوة. ويصور تصويره قسم برب الكعبه. قلت يا ود والله ما انت تفهمها. قال والله العظيم انه فهمها. الرجل ودوه الجبال ودروب ما نقدر ما نعرفها ثم الجبال والشلالات والخضار والدنيا شيء ما تتوقعه في أبها. ما شاء الله. شوف هذه نقطه يمكن يكون قد جيتوا أبها لكن ما قد رحتوا الاماكن اللي ما يعرفها الا الناس. اي نروح للعام بس. إيه. واذا ابعدنا السوده ايوه وزحمه عالم زحمه والجلسات وكذا صرت اقرا في أبها بالزحمه. والله في مكان في مكان اسمه كوخ العسل كنت تعرف رجال الماء. رجال الماء في رجال الماء كوخ العسل. اي والله اني صرته كني وديت يوسف عندي. يا الله والله انه ما ابغى يطلع يوسف. والله انه ما ابغى يطلع. ما شاء الله. طبعا الجبال قدامك خضراء. والله كانك في انجلترا. هذه ما نعرفها. عرفت كانك في جاكرتا. ونظام اكواخ. عرفت الكوخ؟ طبعا انت جالس في الكوخ هو حاط لك يمين ويسار قزاز. عرفت؟ القزاز هذا يطلع يطلع على برا. اقول لك ايش ذي؟ كلها خلايا نحل. لو يبني وانت جالس تشوف النحل يتحرك جنبك بالقزاز. والله العظيم وكل شيء قزاز وحاطين لك قوارير كلها عسل انواع العسل يمكن 100 نوع عسل طبيعي عسل تبغى تتذوق من نفس المكان. تخيل والله ان منظر انا ابجيك والله انا 10 سنين اجيك بس متى جوابه بالضبط. مرحبا
كان يراويني خماشة صورة في تلفونه. يراويني خماشة صورة في تلفونه عن المنظر. قال لي هذا فبا. قلت له والله انك تكذب، هذه في منطقة انت مسافر لها برا. والله العظيم. قال لي زين. ودار الايام ورحت عند ابها وانه يوديني نفس المكان. يوم ندخل يقول لي تعرف هذا المكان؟ يوم اطالع الا هي الصورة اللي كان مراويني. قلت له والله تصور لي نفس الصورة. بس هو كان يسوي كذا. والله العظيم في اماكن لكن عندنا منظر خرافي. في اماكن عندنا شفت لها منها سالت جام مطر وسالت البديع تكون فيها طول العمر والسلامة بعض الشلالات والعيون عادها تمشي وتسيب ما يعرفون عنها. يعني هي على طريق السودة لكنك تدخل قرية تطلع منها القرية فيه سد هي ورا السد تطمر السد بدرب خاص ما يوصلون أهل المناطق. أهل المناطق إيه؟ أهل المناطق في مكان يطول عمره سامة كنا نسبح فيه عين ديبة اسمها عين ديبة عين ديبة طبعا تمشي عين حارة لا عين ديبة كذا اسمها عين ديبة مسمينها يمكن تجمع عيون لا المويه الزبدة الحين يمكن مذبوع عندها ذيبة وسموها عين ديبة ترى يا كثر موجودة الذياب هناك ايه في الذمة للحين النمو فتهام بس ما والله انا ليه قبل يمكن حوالي 15 سنة اتذكر انها انتشر مقطع في تهام نمر عرب المقطع وصلنا الماس فيها شو اسمها الضباع ذيك الضبع على البشر الذياب حتى بالحجاز الذيابة بس قلت الحجاز ما ادري ايه بس نجد عندنا انقطعت في نجد ما تقرب القرى دائما تلقاها في الجبال نجد تلقاها خاطي كل بعد 4-5 سنين يذكرون واحد يا ديابة بيها ما يقدر الحجاز فيه عندنا كثر وانت رايح لها هي بين جبلين الله يا عيال بين جبلين نسبح فيها موية صافية لكن لا إله إلا الله والبرد فيها بارد ولا حر بارد بارد لكن إسباحة ضحك سوالف كفاش يا ولد ما حولك أحد خضار متعة غير طبيعية ففي اماكن وايد صدق فيصل عندنا هناك الحبق قلنا انه مزروع تروح لها بسيارتك تقدر سيارتك توقف دونها دونها كذا بعدها نمشي على متعه في المشعل ايه ليه قلت تسلق يا ولد وليه قلت رحت تعرف وادي لجب اي وادي لجب رحت الوادي لجب وقفوا سيارتنا والله يا الربع اني ما ادري عن نفسي اني ماشي اكثر من 4 كيلو ما ادري وحبال وذي وحبال وبلاوي ولقيتني طبعا كانت اجازه هي بس ما ادري شيء كانوا فيها ابناء الجاليه الباكستانيه فل يجون السياح شو سويت؟ كل ما مشيت وقفت عند باكستانيين وتعشيت معهم ولا تغديت معهم ولا تقويت معهم مروح الخطه هم غير ينادون والجح والدنيا جو خطير كان طريهم تقول المشي خطير وهذه ليش بقول لك انه من اخطر الوديان اللي ممكن تروح لها ليه؟ هذا الليل يحذرون يقولوا اطلعوا ايه هذا يطول العمر والسلامه لا منه جاء مطر على ايه؟ على اليمن عرفت؟ ما له دخل في السعوديه مطر هناك خلاص يسيل بعد 3 ايام الا السيل جايك مع وادي جايك ما تدري عنه ايه يهابا يقولون ما يعني يتعلمون به اهل القرى اللي قبل فصار عندهم شفره زمان اول صار عندهم شفره يرمون ترى جايكم علم لا الحين الحكومه مقصره مسوي عارفين كل شيء اذا تلفون يخلق كل شيء انا اول ما جينا ندخل احنا مو بوقت امطار اول ما جينا ندخل قالوا ترى الليل ما لنا مسؤولين عنك كذا يعني من الساعه 4 وجه 4 كيلو 5 كيلو ما يدخل فيك هو بالفعل عقبه انا دخلت فيها الصباح ويمكن الساعه اي الساعه 2 ظهرت منها رقينا المطعم في الجبل انا قد رحت ولا لا فوق يا الله يا ولد رقيت معي الشخص لين يا الله يا الله بولوا ثاني عشان اصل فوق وانا اوقف فيه وانا مطعم على مطل اقسم بالله اني ظني انها اعلى قمه في المملكه طبعا يمكن في اعلى منها عندكم انت رحت فيها؟ لا اعلى منطقه النماص والسود بس لا انا قصدي من يوم اني طال في ذا انا ما اشوف قاعه الجبل ايوه والله يا الربع ما اشوفهم مركبين درابيل يعطونهم ندربل يا الله يا لا تشوف الجبل انا راكب فوق جبل والوادي عندي ما اشوف قاعده من بعد مغرب الدربيل اشوف شيء خرافي ذا وادي رجب جاء فيفا لو تروح لها والله يا عبد الله انا جوك قريبه منكم جبل كنا من اكبر الجبال اللي شفتها في حياتي ها فوقه قرى وفنادق وسكن وحياه ثانيه فوق الجبل فوق الجبل ساكنين فوق الجبل يا ولد تطلع لها بالسياره يمكن حوالي نص ساعة وانت تطلع الجبل فوق والله وطيب لو رقيت فوق سطح تشوف يا ولد الجبال تحتك من يمينك ويسارك هذه احنا لازم نروح لها
وتراها البن شفت القهوة العربية تجي منهم من عند السعودية يا ترك صادق كيف القهوة السعودية تخيل انك تقضي من تحت وتطلع فوق وانت جايب تميس وتونة وانت واصل فوق يقولوا لك العالم تونة يجيب لنا شطة هيا تونة يقلها من الشطة فكر في الصلاة ما قدرت الحبل مخك في التونة تعرف الحبل اي بالله اعرف هذا يطول عمره السلامة هي الحبلة على 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 طف على قص عرفت كيف مقطع جبلي ايوه شو يا طويل العمر والسلامة زمان أمريكا وهم يركبون عرفتوا ذيك الحدايا دي عيال اللي ينزلون في الجبال عرفتوا تسلقين قول هايك يعني على القص على القسم شناكير درج طبعا قد قفلوها الحين لكن قبل كانوا العيال اللي ينزلون معها خطيرة خطيرة لكن دي دي قوية شوف هي بالها قوة قلب ويش انت مسكسين بس ومنها بتطيح ولا ان هذا ما بتطيح انها ثبت ايه مشنكره صح شنكره والله ما انزل طيب النزول بس النزول بس امسك بيدي بس ما في امل بطيح والله فيها تحديات اعصاب بيدي بتروح مربوطه انا ايوه هي مربوطه اوكي والله لا مربوطين الشباب اقسم بالله لو لف كذا تسلقون انها تجربه من العمر شوف انا اذا مربوط والله لا انزل بس اذا بيديني بس والله ما والله يتسلقون بيدين لفت انه في ناس والتلفريك التلفريك عايد والله والله عايد لا انا ما عندي مشكله بس ده انا جبال الجبال احب اتسلقها باي طريقه ممكنه اي جبل الحين صادفني في كشته ولا حاجه لازم اروح له لين اجي في قمته ثم انزل الجبال صعبه عندنا بس مين مثل صعوبه الجبال اللي عندكم بس عندنا مثلا في جبال ذهلان وجبال طويق وجبال ترى مي بسهله صح والله اني اتسلق بعض الجبال ما اقدرها خلاص اجي كذا صفح ما عاد تقدرها في هوايتي تسلق الجبال طيب على الطاري هذا عشان اذا جيت اعطيك عروض من الحين عرفت كيف برصيدي ولا بدون رصيد؟ لا 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 بدون مغري انت؟ الله اللي مرحبا مغري جالك والله تسرع الهايكنج إيه؟ الهايكنج هذه يعطونك لبس الله يكرمك شوز وشنطه واكل وشرب وتكون معك واحد يدل المكان وتطلعون 10 5 من صلاه الفجر الى مغرب قدام تروحون بخيامكم تكون تروح معهم مره في مسار كان ينزل من ابها في قمه جبل الى تهامه تحت اي معروف كانوا الشيبان زمان ينزلون معه الى درجه طول عمر سامه كان فيه جبل وجبل واللي هنا هو فحاطين خشب مسويين مسارات اي والله غصان الشجر ومزبطينه يا ولد تمشي ترجع 50 سنه ورا لا لا شفت الكتابات على الجدران الله نقوش الحجر اي شفت الحجر اللي قلت فيه لف كذا طبعا انا وصلت لك المكان تراك تمشي السحاب تحتك لا جبل يعني كذا عرفت والسحاب تحتك والله يا عبد الله انك ما تندم والله لا يجيك والله اللي مرحبا والله لا يجيك ناخذنا 10 ايام نروح لها كنا نروح للحق العسل وحق ذول يا اخي هذه الحياه هذا حق العسل ترى التجارب زين والله هذه الحياه والله انا ودي اكمل جيت رجال الماء ذي من الحنيد طيب والهايكنج عادي والله يا الحنيد ما شاء الله حسب الجبل هذه بيروح لها بس هذه يعني مستساغه عقليا بس الهايكنج ذي مين مستساغه يحب الصقور اي والله الصقور كان الصقور اي الصقور كان في عهد الامير الله يطول عمره خالد الفيصل في عهده كانوا جايبين اماكن جايبين ناس عشان صيد الصقور يصيدونها اللي تجي إيه؟ في مسار خاص بهذا الشيء تمشي تشوف بيوت الصقور على يمينك ويسار طبيعيه ولا موجود في طبيعيه وفي اللي عشان وحش. يجيبونها وفي وعادها موجود الى يوم والله يا ولد اضرب وتشوف بعدين يا ولد لو تشوف بيوتها كيف تاخذ العقل يا ولد عرفت عندنا جبان يكون فيه حجر كذا اي مسطوح ولا اي كذا تحصل هذا البيت فوق ولا تحت شيء لا يكون فوق عرفت تجيك داخله في الجبل ذيك الحاجات لا يبنون فيه ولا ينحتون ولا يجزون لا يبنون لا خل الصيد خل بتشوفه اذا جيت هناك بتشوفه كيف شكله يكون حتى قريب من الاوادم لكن اللي ما هي توصلها الاوادم في رؤوس الجبال بالدرابين انا يوم تقول طرات طيور تدري اني لا شفت لي الحين عقاب ولا صقر طبعا صقر ما تشوف في الرياض عقاب والله اني اوقف لين يختفي كذا مغرى طالع فيه والله احبه يا اخي بس طبعا لا راح بعيد فوق خلاص ما الحق طيران زحيان يطير قريب والله ما تحداك تحرك موتر يوقف لين يشوف كذا لانه ما يحرك جناحه شبه كذا تقول طياره غرامي انا غرامي ذي العقاب
غرام والله ترى انا احب الصقور لكني ما هي عندنا لحظه اللوك شوف اللوك شوف اللوك الحب شوف الجاكيت مع الثوب وي 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 العب هذه دخوليه اليوم دخوليه كرامت لك ام الله مهيب ميد دخوليه والله ميد كرامتك انت جوهم بعد يرتبون اشهد اني برت جاء المهندس فصل البرد اي بنروح له الحين ربها زينة هذه قاعد عبد الله عندك خلفيه بالصقور لا والله ماني بصقار بس احبه يا ولد اقسم بمن احل القسم اني احبها حب شكل فظيع لكن ايش الصقور حتى شكلها يا ولد وكذا انا اعشقها بس اني ماني بصقار الحق انقال ما احد الصقور اذا ما رفعت شانه صادق قومت كذا عزيته عز غير طبيعي حتى في مكان نومه من نظافته يعني احسن من عوالك ولا تقربه الخيل البل ترى صادق النظافه مهمه لا لا والله استغفر الله حتى يا اخوي تقدم اعلمك عمي راعي صقاره عمي انا والله ما احبه بس ماني بصقاره لكن والذي نفسي بيده لا ذبحنا ذبيحه الكلام ذا قديم اما الحده لا ذبحنا ذبيحه يجينا اعطوني القلب اعطوني القلب من قوة ما يحب انه يكرمه مغرى كل ما ذبح واحد من جماعه ثان راح اخذ القلب عشان يوكل القلب شوف اللي يطره يوم يقول ابو سعيد لازم تكرمه وترفع من شانه والله يا الربع كل ما واحد ذبح جانا ورعه هات القلب اعطيناه القلب روع بالصقوره فيعشقون الصقور انا بالنسبه لي احب شكله احب اشوفه بس ماني بحب ما هو ماني بحب ماني بصقر ما اقدر قلته ترى الصقور اذكر مره في لقاء تلفزيوني ومذي انا ما اعرف الصقور ما انا استراحات اللي يجيها انا كلهم صقاره وكم حد الداعش صقاقير واحد من عيال عمي عبد الرحمن بن محمد صقار من عيار ثقيل صقار جوده عاليه ما شاء الله ما شاء الله وفي صقر حلو وفي الصيف الا انت ها شو اسمه وحاطين طير قدامي انا ما اعرف الصقور ما ادري هذا شيء انا حر جيري ما ادري شنو ما اعرف كوبجي ويسال طالب الصعاق كان موجود يسال طالب الصعاق عن هلا فبراير سال الشاعر اللي وراه وسال الشاعر اللي وزانه يوم جاب يسالني قال وش الصقر؟ لا قال شنو علاقه محمد بن دعيرم بالصقر؟ هو يسال عن هلا فبراير انا اللي جاب له مخي عن هلا فبراير قال شنو علاقه محمد بن دعيرم؟ ايوه قال بالطير يا ولد شفت الهرم اللي بانيه من اجوبه قلت مثل علاقتك باللغه التايلنديه جواب مقنع قال كيف يعني؟ قلت تعرف تايلندي؟ قال لا قلت حتى انا ما اعرف الطيور قال تستعبط انت كات ليش شو الجو؟ قلت الحين انت سال رياجيل عن الف فبراير وانت سالني عن الطير سالني مثل الرياجيل عن الف فبراير والله بشحن حتى مهدت لي 17 إجابة على سؤالك حضرتك وهكتني عشان بس تدري انه هو قصدي ابغى شافك تبرق فيه قال هذا راعي ولا لا ما صادق ابرق فيه بس لا برقت فيه قاعد يطالعني خزني وقاعد اخزه بكسر عينه موت انا احبه موت فيه الكلام مو هني سالم عبود انا احب اشوف مقاطع الطيور بس ما احب الصقاقير لا سالفه في الطيور يا ولد ساعتين يسولفون طير كذا اشارات صح ساعتين يقعدون يسولفون نفس السالفه لا جاء من تحت لا جاء من علوه صح لا جاء من السماء لكشها لا جاء حاشا قبل تحوش القاع لكشها ليل يحللون كله تشكره الصياد بالصياد يقول لكشها بالصياد ها والله انا احب اتابع انت تسمع على الخيل تطفش ثلاث اربع ساعات يسولفون في الخيل الحصان الفلاني عند ابوه فلان امه فلان ايها الولع ما في لو يعود السالفه نفسها ما يمل منها ترى حلو الكلام هذا بس يا ولد يسولفوا لك في تفاصيل التفاصيل ايها الولع كذا ترى تدري يا ابو سعيد ان الطير ذيله فيه ثلاث ثمان ريشات كل ريشه لها خاصيه طبعا انا ما اعرفها جالس مع صقرين علم في ريشه حقت التوازن في ريشه حقت النهله جاي يرتفع يرفعها في ريشه جاي ينزل ينزلها شيء غريب لو تنقص ريشه منه اختل التوازن انا شفت ناس في ريشه لا انا احب في ريشه انا احب يرسم في الجو احب لقد حمد بن جميله يا لبئه يا ابو سعيد اذا جاء ذاك اليوم ابو سعيد مسوي ذاك اليوم عنده موسم في قطر انا احب حمد بن جميله احب غير طبيعي نعم حمد جميله يا منشد الشخص لا حمد الجميله شاعر شاعر القطر شخص مخلق وشرافي وكذا يستاهل
ما قال هذا يجي صغير متكبر جاك تعال أسوي الكلام الله يبيض وجهه الشركات الآن الخير الزيد عنده النية زينة وطيب الله يزيد وخلوق ولا جاء وقت الطير هو رأي صقر صقر من أول وصقوره ملايين ما شاء الله هي يحبها لا هو ولا خوانه ولا في لقده هو هذا الآن ما عاد هو في اللجنة لا إله إلا الله ما يقول تكفى ما في مقطع طال عمرك يلا أنت عينة يلا هو أي والله يلا أنت عينة يلا أنت هو يطلع الجار يصور سناب بمتعة متعة قبلها يرويك الجيب جيب الموتر هذه تجهيزات شركة فلانية يلا مشان نجربه يطير اسمه الجيب ومصفح صار من جديد هم تعيش مع ذاك أسبوعين متعة سناب ما أرقد لنا تهبل شو يسوي في واحد عطاه علاج يعنوا لها بعيد في ما سمعت أنا في واحد والله إني ما أدري نعطاه علاج قال إيش يزين شكل الطير ويعطيه طال عمرك الطير اللي عنده يمكن أربعة ولا خمسة عنده هو يسمونها أبو سالم مربط عنده مربط مليار أعطى خمسة ولا ستة اللي في أي بي عنده يدريك إن الواحد مدري كم 500 400 هي حطها عنده أكله أكله من العلاج هذا إيه اسمه مقيض يسمونه مقيض يعني موات ذي كلها يوه تصدق ماتت الخمسة ماتت الواحد 500 400 يعني 3 مليون والله أنا قال الله لي خلنا نيجي فوق ظنه يمكن هو يبي يختبرنا يشوف إنه هو إنه مش مسلم ونحن مسلمين وما بنعطيه فنكون نحن يينا فوق ظنه لكن إذا عرف إن نحن ما عطيناه بيقول نحن عنصريين مش المسلم ما بيعطيه فبي على ظنه أنا بي فوق ظنه أعطه يمكن إذا عطيته يدخل في قلبه الإيمان ويعرف أن الدين ديننا دين الإسلام دين رحمة ودين مغفرة ودين تعاون تعاون تعامل تعامل ايه تعامل عطه ليش ما تعطي وعطوها عطها بقاله وعطه من القصص اي والله هذه من القصص الجميله الحكمة هذه الحكمه ايه الحكمه الحين مثلا يعني واحد غير مسلم يتهب بصلف ويتهب قوه يقول هذا دينه غير دين ما هي دين رحمه صح دين فاهم لنا ما مثل دينك خير ايه مثل دينك خير تمثيل حتى انك تحبب الناس عرفت الدين يسر يوم انت تجيني بطريقه هذه حتى انت يوم مرات شوف سبحان الله حتى ان الدين عندنا بامانه يمكن انتم ما بقول كذي لكن بقول لك الصراحه الدين الاسلام خاصه اذا دخل قلبك واستشعرته خلاص ما تحس ان في ديانه في العالم غير هذا الدين حتى انك يوم تتمشى في الاماكن الاوروبيه ويجونك هيله اللي يحاولون انهم ينشرون المسيحيه وقرا ما تلتفت له ولا تنتبه له ولا تحس بوجوده ليش؟ لان عندك شيء تشعر به داخلك انت خلاص الاسلام داخلي واشعر به انك تيجي تسوق لديانه اخرى انا ما اسمع لك فهمت؟ ما ادري انا احس اني اسولف مع نفسي لا سالفته حلوه لا سالفه حلوه سالفتك حلوه احنا والله حبينا انجل انا الله يديك انت سالت في ولا خط والله ولا يهدي الله بك رجلا وعن خير لك من حمر النعم يمكن هذا الله يهديه يتزوج وحده وربي يهديها ويجيب عيال كلهم يجن حسنات شو اسمه الشيخ زايد الله يرحمه اي والله والله اني حسيت اسولف مع نفسي صراحه لا 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 عليك تسولف قصدك انك تسولف مع نفسك واحد يطالع فيك لا ما انكم مندمجين لا ما في البراد مركز معه والله العظيم شوف بقول لك تبصد وعلى ذي النعمه اي انسان انا تبانا طقطق ولا تبانا كلام لا لا كلام جد الكلام الجد الحين والله الكلام الجد لا خل الطقطق انا والله الحين مثلا انت يا بخيت يتمثل خلاص تسولف مع نفسك اروح لا اسولف معك انت انا قاعد اضرب مثل إيه؟ انت يا بخيت جيت برنامج سواء داخل الدوله او خارج الدوله اذا دخل الدوله فانت حمل كبير انشل من ظهرك اللي هو ايش؟ انك في دولتك انك في دولتك ما انت تكلمت عن دولتك عند اهلك واخوانك أيوة. طيب. لا انت تكلمت عن دولتك ولا ان حد يكفيك من الكلام فاهم؟ فانت الشخص الوحيد اللي تمثل دوله مثلا انت يا خالد جيتنا في ابو ظبي ومثلت السعودية في برنامج معين بطل تمثل نفسك تمثل دولتك تمثل دولتك خلاص انتهى فإذا انت لا تقول أنا يا بخيت ولا أنا القبيلة الفلانية أو أنا من العرب الفلانية لا أنا من الإمارات انتهى
عرفت؟ فأنت يوم بتطلع بهذه الصورة لازم تطلع بصورة مشرفة. خلاص اطلع بهالصورة، اطلع على نمط واحد، من فرقع ريوله، في مثل يقول من فرقع ريوله شو طاح. الحين انت يوم توقف تحط ريال يمين ويد تطيح ولا ما تطيح؟ لا يلا جرب الناقة من فرقع ريوله. هذه الناقة والله طاح. لا امس 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 الدكاترة احترمهم اللي في اللجنة، والله احترمهم واقدرهم بأمانة، لكن سألني سؤال، قال الكلام اللي انت قلته يا بخيت لا يعبره الكلام، بل صور مشهد لعمق هذه العلاقة. انا اقدر ارد وجادر على الوسط اللي في الوسط. شو اسمه هو ذاك مستحيل يمدح كامل، لازم يجيب لك حاجة. لا لا مش ان مدح انا، لا مش ان انتظر مدح، لا هو يعني لازم يقول مشهدك حلو حلو بس يجيب لا لا لا, لا 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 شوف 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 استرسال. شفت الكلام اللي قلته قبل القصيدة؟ هذا استرسال ارتجال، والله ما حضرت له صوت. ارتجال رحت منطلق، غير القصيدة محضرها صح، لكن الكلام اللي قبله والمشاعر اللي قلتها أنا قلت بقول شيء ارتجالي حتى إنه يوصل للقلب، فاهم؟ بغض النظر، لكن قال كلام والعلاقة هذه ما تعبرها الكلام. كيف العلاقة ما تعبرها الكلام؟ أنا شو كيف تعبر عن شيء؟ مثلا سؤال أنا بسألك سؤال، الرسول عليه الصلاة والسلام والسيرة النبوية وصلتك عن السيرة النبوية بالكلام، عن الأقوام اللي قبل الإسلام في كتاب الله كلمنا عن الأقوام اللي قبل بالكلام وصلتنا، ما في مشهد تصوري يعبر لك عن اللي الشيء صار قبل 400,000 سنة، مستحيل. أنت الكلام، لكن تقول لي وش اللي يثبت حبك لهذا الشيء؟ أقول لك أنا لو أثبته بفداء روحي ما يعني ما يوصل مكان، لكن تقول لي إن الكلام ما يوصل. هل الكلام إذا كان بليق يوصلك للمبتغى اللي أنت تبغيه، دامك أنت يا خالد حسيت بفي قلبك خلاص انتهى العلاقة وعمقها وانسجامها ببعض. في طيحة لي تخيل حصان، ماني متعود عليه، لكن كل جواد كبو. لا كل جواد كبو صح. الزبدة إن إذا سحبت الجام يرفع، هو متعود على كذا، يوم رفع منه يطيح عليه، طاح الحصان عليه. في خيل لها أطباع، لكن أنا أعطيك التفاصيل إنك تخليه يشم مياه الدم فترة من فترات، عشق الخيل سبحان الله. طاحوا أهل الديات كلهم في الخيول، عندنا طاحوا كلهم في الخيول. واحد من والعمتي جاء عليه حادث صغير سن، جاء عليه حادث ويوم شفاه ربي وخلص من الأمور اللي راح قدر الأمور اللي عليه. إيه الأمور اللي عليه؟ في رمح، جات في رمح شاكو شينا محمد جل الله محمد جل الله بن حناش الله يمسيه بالخير. نطلب أخنا وأخوه مشعل، يا محمد لا تطلع الخيل عزفت. يا محمد أنا يا محمد أنا وهو هم واحد أهم شيء يسعته والشباب يشوفون بس الخيل هذا همه. أي كذا نزل هالوادي عندكم وديان؟ ليش ساكنين مخطط هم؟ لا 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 بس وديان وديان زينة رمل إيه وديان يا أكبر سد في منطقة الجنوبية سد. أيوه بلشوا بلشوا نجاكر. لا قال شنو عندكم شيء؟ بعيد منا بعيد منا جبل هو في الزفلت وحنا نشوفه هناك بعيد. وين؟ ما في شيء. يركض 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 شوي ليوم حذف بهالخيل مدي طاح زحلق خيل زحلق زحلق الخيل زحلق. وكان رجله انشبت. وين؟ في الركاب مدي فين يمرج احنا نشوف انه يتسحب يتسحب في الزفلت ويمشي يسحب يسع راح بعيد منه ما يمدينا الحق هذا عسير راح مش عسير والعناية صدق ورب الكعبة وخلي يجمع يسع عزبلت هو ماسكها مع الركاب الحديد ما أدري إحنا هو بعيد منه هناك بعيد مرة إحنا بينه وبينه يمكن تقول جلبة إيش الجلبة يعني مثلا مزرعة وهو هناك في الزبلت نركب أنا وأخوه الموتر ولا الحق الخيل نبنها والله تسحيب 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 سحبت يمكن أكثر من كيلو سحب في الزفل ماتر أقسم بالله أنا حول كيلو وخطنا شين الحي من كلام يوم نجي لأن ما إحنا نحسب النظرة محمد أضحك أمكم محمد طاح رجال أقوم الحادث ليه هذي ليه الحين هذي مفقوشة له مفقوشة كاملة قولهم في قيشة راسه وذي وديه وجوه جرح شوي مشي له الإسعاف دعين الإسعاف ودعين العالم على مستشفى الحرجة والحرجة ودعين عسير
خذ له في العناية يمكن أسبوع. فقد الوعي في العناية. أشياء مضيحات وجروح بشكل ما تصوره، جروح بشكل ما تصوره. يا مطر قلنا خلاص واضح. والله الذي ينزل قرآن عاد الذي خلاص للولع ما تخلون. لا في فترة هذيك الفترة اللي واحد اللي واحد ثاني اللي جابه واحد من الجمال اللي يحبها صح. جاء ناس من قبيلة ثانية واصطموا الخيل توه سيارة سيارة اصطموها ما بهم بالعاني. أقسم بالله أنكم تشوفون بكاء كاش قاعدة فراج. ها قاعدة فراج يعرفه خيله فراج يسمى باسم نماه. نماه مات السنة اللي راحت نماه صغير مات بدأ وجاه وعينه ميت سميه فراج. ايش السؤال موت عناية انت هذه 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 حوادث الخيول لكن انت ربي اعطاك طال عمرك في رملة الزين احنا هناك الله يبارك فيك زفلت وحيوت خلني اعطيك وخياله تدري ان المعارك اغلب الفرسان يموتون قبل الحرب من طيحات الخيول. انا بقول لك نقطة. انا من اول من اول من اول ابتدائي ساعة من اول ابتدائي يا فيصل ما في حروب يموتون قبل يموتون يروحون قدس الله عشرة يوصلون قدس الله عشرة قدس الله عشرة يشونهم عشرة عشرة على 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 طاري على طاري على طاري خلني اسولف على طاري على طاري قدس الله سرك قدس الله سرك ايش اللي بيجي بدل قدس الله سرك على يوم يقول الواحد انه يعامل الخيل يعني يمشي بها على السفلت. طبعا الله يكرمك في حوافرها حديدي ما بتمشي على السفلت تقدح كهرب تراها تولع شرب. نعم والله تولع شرب والعاديات ضبحه والمليانات قدحه تعطيك بالادله يعني صادق طالعين من الاسطبل على طريق الملك عبد الله يمكن محمد يعرف طريق الملك عبد الله هذا سيده عندنا في أبها وراكبين احنا على اليمين معنا يمكن واحد عمره 18 17 ما يمون عليه ولا هو يعرف يركب والحصان اللي معه جفون يخاف 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 كل ما مشى تريله قال قلت يا ولد انزل وامسك لين نخلص من الخط من بعدها كيف خليك عابد يا اخوان اي والله احنا عددنا يا عيال نزل الشباب اللي دخلوا تسعة او ثمانية حواليها احنا واجدين ما بالليل ولا الصبح 4 العصر زين والله يمشي راعي جنة ويدق بيرو يلف ذاك دي 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 ويلف الحصان كذا لف الحصان كذا من الخط طحه نشبة رجله اليسار هذا الولد صغير في الركابة والله ما زل عليكم نشبة رجله شفت الحديد اللي يحطه اي يا رب نشبة كذا والله إن كانها ربطته ودز الحصان كل ما ضرب يضرب في الأرض وفي بطن الحصان يضرب في الأرض وبطن الحصان طبعا الرجال توفى الله يرحمه ويجعله خير من ذا فأقول لك ما هو استهان الفروسية فروسية ما يستهان مثل محمد دعيرم له طبع أبو سعيد له طبع فيصل له طبع الخيل له طبع صح. في حصان يجفل في حصان يخاف في حصان إذا راح ما يمسك ما هو أي واحد أنت تخيل تركب أي حصان طيب هو الحين وش طمر على ذا الحصان الجفول الله يغفر له تراك يا نبغى يطلع مع أخوي ما يستهين ما بالله ذا الخيل أنا حدني بخيت الله يهديه ضيق علي بخيت ضيق علي لابد احد يوم دخلته قال انت عقد القوم بتدخل واركب فوق انا قلت مش بس سعد بس عطاك اللقب يا مركبت هناك لين اشوف الدنيا حولي انا قدم استقالتي لا عقيد لا عقيد انا قدم استقالتي طبعا عقيد سوالي انا تقاعد انا عقيد انا اطيح هناك تقاعدت والله تقاعد ذاك اليوم شو يا مركب انا اسرع وظيفه انكلم يا مركب هو يا شباب بشركم انت قاعد كله مانو هذا الدخوليه تقيل جاب كله مكعب كزعبين نول والله ان فكره الدخوليه انها حلوه قويه لكن ليه مش ما حماني يركب الهدف كل بونه اركب مشهور تمشي ركبنا كل بونه عادي والله كل اركب هناك طيب يا ولد اول من تقاعد انا بصراحه لين حطيت ربيع بدالي قلت دام انك اركب ادخل ربيع انا اكيد بستقبلكم اكيد بستقبلكم صح انا عندكم شوي لربيع حتى ربيع يقول هو ليه تجفل ما هو تجفل الا تخلع ما هو شو قلت
زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك جاي عيد الذكريات مرحبا واليوم زاد الشوق فينا تاج عز ومجد فخر